في الفيديو اللي فاتت كنا قلنا بلي ماليزيا بلد سياحي، يعني يستاهل انك تزور هذه البلاد من جهه طبيعه، ثانيا تطور المدن تاعها، وثالثا الانفراستراكشر يعني البنيه التحتيه اللي عندها ماليزيا باش تستقبل العدد الكبير من السياح بلا ما تحس بلي كاين نقص ولا بلا ما يكون كاين اكتظاظ زائد. ماليزيا صح شابه، ماليزيا صح متطوره، وماليزيا صح راح تعطيك شويه راحه للناس اللي تحب تسافر باش تنسى كلش. لكن اليوم اللي جينا نهضروا عليه ماشي ماليزيا، هي كي تجي لهنا لماليزيا سياحة، وشو من البلدان اللي من الأحسن أنك تزورهم، مش البلدان، المدن، يعني عندنا الولايات الماليزية اللي ننصحكم أنكم تزوروهم، وشنو هما؟ والناس اللي زارت من ماليزيا من قبل وزارت غير كوالالمبور، حبيت برك نقول لكم في الفيديو هذه الأولى اللي راح يتابعوها بزاف فيديوهات، فاتكم بزاف حوايج. كوالالمبور وراح نشوفوا يعني الاماكن اللي اكثريه السياح كيجوا لماليزيا يزوروها، من عندهم كالسيسي شارع العرب ولا بوكيت بينتانغ، عندك باتو كيف، وعندك سام اوف ذيم راح يروحوا للناشونال موسك تاع بوتراجايا يعني ذا بينك موسك، وبالك يروحوا لبلايص واحدين اخرين نسيتهم. اذا كنت زرت ماليزيا وعندك اماكن يعني حاب تقترحهم للناس اللي راهم حابين يزوروا ماليزيا اهبط لتحت وكومنتيهم. والواحد اخر اللي راه معول يجي لماليزيا ما تنساش بلي راح نديروا بزاف فيديوهات على ماليزيا، تسمى كمل ابوني وشغل الجرس هذاك، هذاك الجرس اون فيت ماشي من دايرينو زيانه، دايرينو باش كي انا نحط فيديو يبعثوا لكم نوتيفيكاسيون سبيسيال ويقول لك بلي امين حط في الفيديو في لاشين ال تويتر، ذاتس ات. دونك تبعوني درك، راني في بوترا جايا، راني رايح لسايبر جايا، بوحده من طرق المواصلات اللي حطتهم ماليزيا باش تسهل لك بزاف الامورات هذه، واللي هي الكلايب ترانزيت. الكلايب ترانزيت يبدا من الايروبور تاع كوالالمبور حتى السونتر في تاع كوالالمبور اللي هي كي ال سنترال، يحبس في بوترا جايا ويحبس في تي بي اس اللي هي محطه الحافله. سو انا نشوفه باللي ماهوش غالي بزاف، وسيرتو كي ما يديرش اريات دونك تلحق تمتل. من هنا من بوترا جايا حتى الكيل سنترال عندنا تقريبا 12 دقيقة، إذا جيت درتها بالكي تي ام راح تاخذ لي كثر. سو تبعونا اليوم فيديو من كوالالمبور. يا ستي سيف، ماليزيا مازال ماهمش سامحين الناس يخرجوا بلا لي ماسك. سو دركا شغل يزغلي تروحي على الناس باش ندير لكم ليترو تاع الفيديو وباش ما يديرولناش بروسي ثاني. قبل ما نهضروا على ماليزيا والسياحة وكلش راح نهضروا على ترانسبورتيشن في ماليزيا. كوالالمبور من بين المدن اللي ترانسبورتيشن كاينه بكاع اشكالها، حبيت ترفد الام ار تي ولا المترو، حبيت ترفد ترين، حبيت ترفد
ولا حبيت ترفد بطاكسي بلي في تي سي كيما منهم غراب وكاينين واحدين اخرين ان شاء الله راح نخصص لهم فيديو خاصه لهم. لكن الرائد نتاع لي في تي سي ولا طاكسي على دوموند هنا في كوالالمبور ولا في ماليزيا ان جنرال هو غراب اللي راح يكون البرايس تاعهم ماشي بزاف غاليين. وهذا راح يكون يعني ديبيند اون شحال من واحد راح تكون، راح تكون زوج ولا ثلاثه ولا اربعه من احسن لكم ترفدوا طاكسي في كورسه اللي بالك اذا كنت وحدك راح تقام لك خير اذا رفدت التران ولا البوس. سو هنا رانا في الام ار تي ستيشن، رانا في كي ال سنترال وين جينا بالكلاي ترانزيت، ورانا نستناو في تران اللي راح ياخذنا الكي ال سي سي. كي ال سي سي ماشي سنتر فيل اون فيت تاع كوالالمبور، سنتر فيل هو كي ال سنترال، سنترال كامز فروم ذا نيم. بصح كي ال سي سي هي يعني الوجهه السياحيه الاولى اللي كاع الناس يعرفوها، دونك اي واحد تقول له ماليزيا تقول له السنتر فيل تاعها تقول لك بيتروناس تاور. بيتروناس تاور هذا اللي خلينا نروح نشوفه تماك ونشوفه اذا اتس وورث ات. عليك جات ترى راهو يدير في الحس. الحاجه المليحه ولا اللي راح تساعدكم بزاف في الترينز هادو هي انه البرايسز بزاف طايحين، يعني رينجيت زوج رينجيت ثلاثه رينجيت ماكسيموم الكورسه اللي تكون طويله مره. رانا في كي ال سي سي. سو كي ال سي سي هي كوالالمبور كونفنشن سنتر، من الاسم الحقيقي تاع البلاصه هذه اللي كاع الناس يجوها هي بيتروناس تاور اللي هي تابعه لشركه بيتروناس اللي والرائد نتاع البترول ولا حفر الابار البتروليه في وسط البحر. كي ال سي سي واش فيها؟ كي ال سي سي عندك توين تاورز هذو اللي راكم تشوفوا فيهم الناس يجوا يتصوروا فيهم، عندها هاد الليك ولا لا فونتين لي it becomes a musical fountain when كيطيح الليل، في الليل تشعل بالضو وتمشي على حسب الموسيقى وكاع، وبزاف الناس يجوا لهنا في الليل ويريحوا هنا ويقعدوا يتفرجوا في هذوك الضوا اللي فيهم الماء ولا الماء اللي فيهم الضوا. والمهم فيها سنتر كوميرسيال تحتها بزاف كبير، فيه بزاف حوانت، فيه بزاف لي زيفينمون، يعني كل ما تروح تلقى ايفينمون. كيما درك كان كاين عندهم ايفينمون تاع هواوي راهم يبريزونتي التليفون الجديد تاعهم، عم نوت هواوي فان، بصح صافا صافا في عالم التليفونات وكاع كان بزاف حوايج اللي راهم يداروا، بات ام جيست كومبانيز اللي يبروموتيو على حاجه اللي ما كانش منها. كيما هواوي هادو دركا قال لك باللي التليفون تاعهم عنده نفس دقه العين، سبحان الخالق، يعني ما شكيتش كاين واحد راح ايكوالز ديفينيشن تاع العين تاع الناس اللي يشوفوا مليح. بيان سور الناس اللي ما يشوفوش مليح هذوك ربي يشافيكم ان شاء الله، البسوا نواظركم. نجيو لدركا لواش يدار في كي ال سي سي ولا في بيتروناس تاور. ابارتي اذا كنت تحب الرانينغ، يعني عندهم تراك هنا بزاف شباب، لي تور واحد منه يدير كيلو ونص، دونك دير 3 4 5 6 وجي مروح. راح هنا
بارك مفتوح اذا كنت دير سبور، ماشي لازم عليك تلبس الماسك، برك كي تكمل تلبس الماسك باش تروح لداركم. حاجه دوزيام تقدروا ديروها، عندهم بزاف بلايص هنا فيهم طوابل وكراسات، تما اذا حبيتوا تجوا فامي حبيتوا تريحوا كامل كيف كيف عندكم وين تريحوا، تقدروا تدخلوا لداخل تصرفوا شويه دراهم اذا كنتوا حابين، ولا تجوا تصوروا تصاور تذكاريه. هنا ما راحش نوري لكم كاع البلايص في البارك هذا تاع كي ال سي سي، باش حتى نتوما كي تجوا تستكشفوا شويه بلايص وماشي تسمعط لكم الفيديو تاعي. انا نشوفها كيما هكا، انا ما نحبش واحد كي نعود يعني نشوف ريفيو تاع بلاصه يوري لي كلش، خليني ديسكوفري شويه في المول هذا ولا في كي ال سي سي مول ولا المهم سموه كيما تحبوا. عندكم بزاف حوانات، عندكم لي سينما، عندكم لي سال دو سبور، عندكم ذا بيجست براند جاي مقسم على حساب عويش تاع انسى من جهه، تاع الرجال من جهه، الالكترونيك من جهه، ولي برودوي دبوتي من جهه. سو ذيس از كي ال سي سي. دونك شحال نهار، نص نهار، 6 سوايع، 5 سوايع وانتم ما كملتوه. This is not the only place you have to visit في كوالالمبور، عندكم بزاف بلايص واحدين اخرين. ودركا اي نروحوا لوحده واحده اخرى، هي يعني ماشي بلاصه سياحيه ولا، it's just بلاصه اللي راح تكون فيها تجميع تاع بزاف حوايج، مي ماشي سياحيه، ماشي منظر طبيعي ولا، مازال راح نبقاو في لافي. This is كوالالمبور خالتي، ما عندنا ما نديرو. حاجه واحده اخرى، اذا جيتوا لكي ال سي سي هاوليك هنا، بون هذه ما تمعش تلقاوها في كل الوقت لانه العيد الصيني درك، دونك هذه داروها في لانوي راح تلقى واحده اخرى، في رمضان راح تلقى واحده اخرى، يديروا على حساب الموسم اللي راهم فيه. او قريب رمضان ان شاء الله يبدلوا لنا هذه الحيه هذه بحاجه اللي خاصه برمضان. كي تجوا لكي ال سي سي اذا حبيتوا تصور شابين تقدروا تقطعوا للجهه الاخرى نتاع البارك، تطلعوا التريدرز هوتيل اللي جا غير هنا، تطلعوا ليطاج الفوقاني كامل تاعو، وراح تكون عندكم صوره اللي تجي مقابله وتحكموا البارك والتاورز. المهم اتس فري اكسس، تما راح يخلوكم تطلعوا، راح يخلوكم تريحوا تصوروا، تشرو حاجه ولا ما تشروش هذيك ما يهمهم. سو تريدرز هوتيل تطلعوا الفوق كامل للبار، بون مش هو ماشي بار يعني، سي هو بار مي كول، تقدروا تطلعوا تصوروا برك وتعاودوا تهبطوا. جست تيب للناس اللي حابه تتصور، الناس اللي ماهيش حابه تصور ما كاش مشكل، تقدر من هنا تحكم دي زونغل ملاح. تليفوناتنا قريب كاع فيهم وايد انجل، اذا ما عندكش وايد انجل اي دون نو، المهم سلك راسك. بون خلينا نزيدو تيب واحد اخرى باش تسيفيو شويه دراهم. اذا راح تشوفوا في الماب يعني وتحبوا تروحوا من كيال سي سي لبوكيت بينتانغ، راح تشوفوا بلي شويه بعيده، دونك نتوما راح تقولوا بلي خلينا نحكموا طاكسي ولا ان نحكموا الار ار تي الكيال سنترال، ومن بعد من كيال سنترال باش تروح لبوكيت بينتانغ وهي راهي غير هنا. سو تقدروا تقطعوا البارك تفوتوا على ماندرين هوتيل، تفوتوا مور الماندرين هوتيل تسمى كيما هنا وراني نمشي عليك، ويكون عندكم راه كرسي يديكم من هنا من كي ال سي سي للبافيليون، من البافيليون راكم في بوكين بينتانغ. تبعوني دوك نوري لكم هاو دو وي جيت ذير سو ايزي، اني سيف مينيموم 5 رينجيت اذا كنت راح ترفد جراب، و 3 4 رينجيت اذا كنت راح ترفد الام ار تي. عندكم تلحقوا عند العلامات هادو بالك على الطوموبيلات بيان سير، راح تلقاو هبطه هنا، هبطه هادي بون دوك نعاود نرجع لكم باسكو لازم نسكاني، بون لازم تسكاني ما يصجح تيرا بيان سير. بعد ما تسكاني عندكم تهبطو بون هنا ثاني عندكم بلايص تشريو منهم، واذا كنتو حابين ثاني كاين اكسس من هنا، واذا كنتو داخل كي ال سي سي اون فيت كاين اكسس لتحت، تما تهبطو في كي ال سي سي وتجو تخرجو من هيك، من هيك تخرجوا وتجوا لهنا ديريكت. اذا ما كنتوش حابين تدخلوا للبارك من بعد هذا اكواريا كيل سي سي اللي هو الاكواريوم كيما تاع دبي وكاع فيه الحوت، وتدخل داخل وتصور داخل وكاع ستاربكس افري وير وفوالا. عندنا منا الدخله تاع اكواريا، دونك الناس اللي عندهم دراري صغار انا نشوفها باللي بزاف شابه، اما الواحد زعما ناس كبار باش يدخلوا لهنا اتس نوت ريلي وورث ات. تطلعوا من هنا دونك لونطري تاع اكواريا
هذه سي لونطري تاع كوريا. تبعوا منا راح تبعوا منا اوليك بوكيت بينتان كي سي سي بوكيت بينتان والك اواي اوليك عندكم من هنا ديريكت تطلعوا حاجه مليحه في الوالك اواي هذا يدي كيما قلت لكم من كي سي سي حتى بوكيت بينتان ولا حتى البافيليون وزيد كليماتيزي في الجو الحار هذا هو سلكت الحاصله. بيان سير كي تعودوا داخل الوالك اواي راح تتبعوا على حساب الدايركشن اللي كان لداخل، دونك ما راحش تدخل الامبيانا هوتيل وتقول لي ما خرجتش في البوكيت بينتانك، نو تبع الاتجاهات راح تلحق حتى المحطه كسوا تاع الام ار تي ولا البوكيت بينتانك غير عن هذه الطريقه. هذو العفايس اللي كيما نقولوا يسيفي لكم دراهم، يسيفي لكم شويه وقت وزيد راك تشوف المنشآت اللي كنا نهضروا عليها تاع البنيه التحتيه اللي تسمح للسياح انهم يزوروا بلاد كيما هذه بلا ما يصرى اكتظاظ بلا ما يصرى مشاكل وبلا ثاني ما يحسوا الناس اللي عايشين هنا باللي راهم السياح ماخذينهم السبيس تاعهم. يعني على بالنا باللي كل بلاد راح تجلب السياح، كاين بلدان اللي ما على بالهمش بالسكان، يعني ما على بالهمش بالناس تاع هذيك البلاد ويركزوا كاع الجهودات تاعهم على السياح. ماليزيا نو، ماليزيا تخلي الجوايه، يعني ماليزيا تخلي الاماكن السياحيه للسياح وين راح توفر لهم كاع واش يلزم لهم باش يكون الستينغ تاعهم مليح. لكن ثاني تقول لك ما تحلالكش، يعني انت كيما بلاصه كيما هذه راح تشوفها مره زوج ثلاثه اربعه خلاص ما عاد بدل بلاصه واحده اخرى. هاوليك ويني خلاص يا خاوتي، المهم هاليك الطريق هاليك منا باش تروح بنك صار وهذوك جوايه ومنها تدخل للبافيليون قاعدين يزيدوا فيه ما كفاهمش. سو هذه الطريق اللي حكمناها دركا تقريبا 5 دقائق مشي هكذاك، واذا تجي بالطوموبيل من كاسيسي لهنا بالك تحكم اكثر وقت. خرجتوا من البافيليون راح تخرجوا في بوكيت بينتانغ ستريت ولا شارع العرب كما يسموه العرب. دونك هنا الحس نشاط، الناس تحرك، الناس تزور، الناس تصور، الناس تمشي، الناس جايه لهنا ما عبالهاش حتى علاه راهي جايه لهنا. هنا عندكم مدخل واحد اخر تاع البافيليون، عندكم 3 دي سكرين الفوق وعندكم النافوره هذه اللي قريب كاع الناس يجوا يتصوروا عندها. برك هاني وقفت دقيقتين واحد العجوزه شينويه تقلقت باسكو وقفت مقابلها. سو بوكيت بينتانغ هذه هي يا خالتي. هنا في بوكيت بينتانغ لكن الناس اللي تحب عندكم فارنهايت من جهه، عندكم بافيليون، عندكم الولو، عندكم بزاف لي سونتر كوميرسيال هنا ولا المولز تقدر تجي تصرف دراهمك. ومن هيك عندك ماركات اللي ما حش تصورهم رولكس لوي فيتون والناس هذول اللي يحوش على حوايج غاليين. سو اذا كنت حاب تعمل دير شوبينغ انا واحد لك بصح جيب معاك شكاره لانهم ما يحبوش هذا ما كان. ايوا هادو قال لي هدرت عليهم ما تقدرش نيغوسي فيها، يعني انا تحلالي كي نيغوسي.
سخانه خاوتي والله غير سخانه. واليوم نهار ما راحش طيح فيه الشتاء تما راح يكون سخون اكثر. باش نكملوا الفيديو هذه راح نقول لكم البلاصه الثالثه يعني في المجموعه هذه تاع كيال سي سي بوكيت بينتانغ كيفاش تقدروا تكملوها ولا كيفاش تقدروا تبداوها ثاني. هي باتو كيف للناس اللي حبت برك هكا تتصور قال زعما عند وحده من معالم السياحه في كوالالمبور. واذا ما كنتش زعما من فانز تاع تمبلز والامارات هذه تقدر تروح لمسجد نيغارا اللي هو المسجد الوطني تاع ماليزيا. كنت ديجا صورت فيه مع خويا جمال مع الناس زعما اللي تلاقينا هنا ديجا في ماليزيا ويستاهل يعني جاي اوبن للناس باش تدخل. من قبل كان مغلوق لكن درك كيعاود رجعوا السياحه عاودوا رجعوا مفتوح للزوار. تقدر تدخل تصري ركعتين تماك تشوف يعني الجمال المعماري اللي عندهم في الجامع هذا. وبعد من موراها تعطيها المسجد جاميك اللي هي الجهه المسلمه نتاع كوالالمبور. علاش ما صورت لكمش هذوك البلايص؟ بالك مره واحده اخرى راح نصورهم لكن نخلي لكم ليكم نتوما شوفوا على حسب جوستوكم وكيفاش يقولوا بيرسوناليزي السيجور تاعك. يعني ما تكونش مضبوط واش الناس راح يقولوا لك روح لهذيك البلاصه هذيك البلاصه والبلاصه هذيك. نو خلي دائما يعني الجولز ولا البلايص اللي راك حاب تروح لهم هما الاولين ومن بعد يو جو وذ ذا فلو. يعني اذا شفت البلاصه هذيك تستاهل انك تزورها زورها، اذا شفت بلي ما تستاهلش انك تزورها ريح في الهوتيل تاعك ولا روح ريح في ستاربكس ولا شري ماكدونالد وارتاح. هذا ما كان اتس ذات سيمبل. انا خليكم هنا نقولكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. واذا كنتوا حابين المره الجايه نهضروا على بلاصه واحده اخرى ما عليكم غير تخلونا في كومنتار تحت. هلا في رواحكم والمره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.